بكل بساطة أن أي رجل سياسي له الشجاعة السياسية ويؤمن بالديمقراطية يجب أن يتحاور أيا كان محاورا. هذه هي الشجاعة السياسية وهذه الديمقراطية. أعتقد أنه عدم الجواب أعتبره كخوف وهروب إلى الأمام وخوف من مواجهة الحقيقة. نتحدى السيد أمين العام أن يواجهنا بالحقيقة وأن يجيب على هذه التساؤلات. هذا تحدي. إذن أنا أؤمن أن اللي ما كيأمنش بالحوار هو يخاف، هو غير ديمقراطي. الناس دول كتحارب وكتجلس لطاولات المفاوضات. إحنا كنا في السفينة، كنا حركيين، وخص يجلس معنا يتفاوضوا. وإلا ما جلس نعتبره هروب إلى الأمام وخوف سياسي وسجلوه عليا. النقطة الثانية، واش غنمشيو لشي أحزاب أخرى؟ لسنا بضاعة نباع أو مشترى. نحن حركيون كما قلنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وسنبقى في الحركة ولن نذهب إلى أي حزب سياسي، وتبقى كل الخيارات مطروحة أمامنا للدفاع عن الحركة وجعل الحركة حزب قوي قوي جدا. لأن هناك تمادي، هناك تمادي في 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 في, في سياسة التسيير العشوائية اللي أدت إلى هذا. لا يعقل اليوم بالله عليكم رجل اتخذ فيه قرار على أعلى مستوى في البلاد كان سبب في فضيحة كبرى يندى لها الجميع. قدم استقالة اسمع لي وجاء البلاغ بلاغ الديوان الملكي واضح. اسمع لي نقول لك المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة كتعني ما تعني، ماشي غير مسؤولية سياسية، مسؤولية سياسية والمسؤولية الإدارية، وتم إعفاء. إذن هذا فبالتالي بالله عليكم ويجي اليوم الحزب في شخص الأمين العام ويتم التفويض أنه يدبر الحزب، ما معنى هذا؟ هذا تحدي لجميع المغاربة، هذا تحدي للقرار السامي الذي اتخذ في حق هذا الشخص. يعني هذا استهتار بالمغاربة جميعا ماشي بالحركيين. لا يعقل أن المغاربة كلهم كانوا كيغوتوا مباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الجرائد إلى آخره، ونجيو اليوم نعطيو المسؤولية نزكي من كان سببا في فضيحة نتخاصم مع الحزب. هذا من الناحية السياسية غير مقبول. راه ملي كتكون المسؤولية السياسية واحد كيتحمل المسؤولية السياسية كينسحب. السيد الأمين العام هنا غنذكركم، لما كانت النتائج كارثية ديال الانتخابات ديال البرلمان وحصلنا على 31، ماذا صرح علانية؟ أتحمل المسؤولية السياسية في هذه النتائج الكارثية. وسيدي اللي كيتحمل المسؤولية السياسية وكيخسر كيخصو يمشي في حاله، تنقولوها شرح ملح، كيخصو يمشي في حالته، لأنه هذه الشجاعة. دون ذلك هناك خوف وليست هناك أي شجاعة سياسية. أقولها وأتحمل مسؤولية ما أقوله، لأننا لا نريد أن يكون عندنا سياسيون ضعاف. بغينا يكون السياسي أيا كان اتجاه ديالو يكون رجل قوي يؤمن بالمؤسسات، يدافع عن المغاربة، يعمل من أجل مصلحة العامة. هذا ما نريد، ماشي نتخبى مورا هذا لحقا حيت أنا خايف من هذا ولا خايف من هذه ولا هذا. ما كاينش الشجاعة السياسية، يجب أن تكون عند الرجل السياسي الذي يمارس السياسة. وإلا تحمل المسؤولية وفشل تقول أنا فشلت وكان نسحب. هادشي اللي كيديروا الناس في الأعراف الديمقراطية اللي كان أمنوا بها. وشكرا.